كذلك ينضم إلينا الآن عبر الإنترنت سيد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس. أهلا وسهلا بك سيد حسام. أبدأ معكم بشأن مسار المفاوضات، ما الذي دفعكم للقول بالأمس بأن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية يعقد الوصول إلى اتفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما يعرف الجميع، نحن نجري هذا التفاوض غير المباشر منذ عدة شهور، وجرت العديد من الجولات واللقاءات والمقترحات والأوراق والردود من مختلف الأطراف. وكان واضحا خاصة في الجولة الأخيرة أنه الجانب الأمريكي يعني هو بالتأكيد منحاز بشكل كامل إلى الاحتلال، ومنحاز أصلا في الحرب وفي المشاركة في القتال في الميدان بطرق مختلفة، لكن أيضا هو منحاز في الموضوع التفاوضي. الذي حدث أنه قدمت يعني بعض الأفكار مؤخرا، ونحن في حركة حماس وبعد التشاور مع الفصائل المقاومة ومع مكونات الشعب الفلسطيني المعنية بهذا الأمر، قمنا بإرسال رد يعني حول هذه النقاط. لكن الأمريكان الذين كانوا يعني قبل هذه الجولة يعني متفهمين لردود حماس بطريقة أو بأخرى، وحتى عبروا عن ذلك في وسائل الإعلام، عادوا مرة أخرى للاصطفاف إلى جانب نتنياهو الذي هو المعطل الحقيقي والأساسي للوصول إلى أي اتفاق. إذا أرادت أمريكا وبالذات إدارة بايدن الوصول إلى اتفاق وإنهاء هذه الحرب وهذا العدوان على شعبنا الفلسطيني، فهم قادرون على ذلك. لكن واضح من خلال الجولة الأخيرة بالذات في التفاوض أنه الأمريكان يعني غير جادين في الضغط، أو ربما غير راغبين أيضا في الضغط على نتنياهو، لأنه كما قلت هو الجهة الأساسية المعطلة للوصول إلى أي اتفاق. هذا على الرغم من الحديث الأمريكي الذي يقول بضرورة وصول إلى وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة. لماذا برأيكم إذن تتخذ واشنطن هذا الموقف الذي يتبنى المطالب الإسرائيلية، كما أشرت إلى تحول في الموقف؟ يعني رغم استماعنا مؤخرا إلى العديد من التصريحات من جانب الإدارة الأمريكية والتي فيها يعني نوع من الاختلاف مع دولة الاحتلال، إلا أنه على الأرض وفي الواقع ومن خلال جولات التفاوض المختلفة واضح أنه هناك يعني بون واسع حقيقة ما بين هذه التصريحات وما بين الممارسات العملية أو الدور التي تمارسه الولايات المتحدة في عملية التفاوض. من الواضح طبعا أنه موضوع الانتخابات لديهم هي حاضرة، ولعل جزء من أدائهم الإعلامي مرتبط في محاولة كسب أصوات الناخبين لديهم على حساب الوصول إلى حالة استقرار في هذه المنطقة، وعلى حساب إنهاء هذه الحرب والعدوان على شعبنا الفلسطيني. القضية واضحة ولا تحتاج إلى كثير تفسير ولا تحليل. نحن نتحدث عن جيش مجرم إرهابي يمارس حرب إبادة منذ أكثر من 6 شهور على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، لكن طبعا في قطاع غزة على وجه الخصوص. ومن يدقق في تفاصيل الأوراق التي يتم التفاوض عليها والمطالب التي تقدمها حركة حماس يرى أن أغلبها متعلق بقضايا إنسانية وقضايا طبيعية من حق شعبنا الفلسطيني. الجريمة أن تصبح هذه القضايا والمطالب الإنسانية هي محل التفاوض لمكاسب سياسية لحكومة نتنياهو أو حتى لبايدن وإدارته. نحن عندما نتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار ووقف الحرب، هذا مطلب طبيعي لنهاية أي جولة من جولات الصراع. عندما نتحدث عن انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، هذا ما كان عليه الوضع قبل 7 أكتوبر. عندما نتحدث عن عودة النازحين إلى بيوتهم، نحن لا نتحدث عن جلب مواطنين من خارج الأرض الفلسطينية، نحن نتحدث عن ناس تم تهجيرهم بالقوة وبالقتل من خلال الاحتلال. عندما نتحدث عن ضرورة وصول المساعدات بما يكفي لشعبنا الفلسطيني من الغذاء والمواد الطبية والإسعافية، هذه حقوق طبيعية لأي شعب بيعيش يعني حتى في حالة حرب. وبالتالي التشدد الاحتلال وهذا الدعم أو هذه التغطية من قبل إدارة بايدن بلا شك هي التي تضع الإشكالية الأساسية أمام التوصل لأي اتفاق في موضوع التفاوض غير المباشر مع الاحتلال. سيد حسام، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بالأمس كان يتحدث على أن المفاوضات تمر آنيا بمرحلة حساسة، أين تكمن العقد حاليا في مسار التفاوض الحالي؟ ويعني كما قلت هناك مجموعة قضايا لا يمكن لنا كفلسطينيين أن نتنازل عنها أو نتراجع عنها.
الموضوع المتعلق بضرورة الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، يعني هذه قضية هي مطلب وطني، وهي مطلب بالمناسبة حتى شعبنا في قطاع غزة الذي يرسل لنا رسائل بطريقة أو بأخرى، هو لا يريد أن نصل إلى اتفاقية محدودة بأسابيع قليلة ثم يعود القتل من جديد، وهذا الذي يريد نتنياهو. لذلك الإصرار على وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلة من المراحل، ونحن نتحدث عن المرحلة الثانية بالمناسبة وليس عن المرحلة الأولى، هذا مطلب لا يمكن التنازل عنه. الحديث عن انسحاب الاحتلال من كافة الأراضي التي احتلها في قطاع غزة، هذا مطلب طبيعي ومنطقي، في حين يريد الاحتلال أن يبقي على السيطرة على حوالي 20% من أراضي قطاع غزة، وهذا أمر لا يمكن به أن يقبل به أي إنسان، يعني سواء كان في قيادة حماس وقيادة المقاومة أو حتى عموم شعبنا الفلسطيني. العقد الأساسية بالمناسبة هي مرتبطة في هذه القضايا الجوهرية والمحورية، والذي نتنياهو ما زال يصر على رفض وماذا لو بقي الإصرار؟ وماذا لو بقيت هنا هذه العقد؟ وماذا لو بقي كذلك؟ أرجو سيد حسام بدران أن تبقى معنا، سوف نتابع هذا المؤتمر الصحفي بالبنتاغون ثم نستكمل المسائية على التردد الثاني. طيب، إذا نعود إليك سيد حسام بدران، وأنت كنت تتحدث عن تشبث نتنياهو بموقفه، وسألتك ماذا لو بقيت هذه العقد وبقي كذلك الوضع التفاوضي على ما هو عليه؟ نحن نخوض حرب دفاعية عن شعبنا الفلسطيني، وبما لدينا من إمكانيات كحركات مقاومة، ونحن لسنا جيشا نظاميا ولا دولة مستقلة، ليس أمامنا من خيار سوى الاستمرار في مواجهة هذا الاحتلال والتصدي لقواته التي تجتاح قطاع غزة، وأيضا هذا الصمود الذي يمارسه شعبنا الفلسطيني بطريقة غير مسبوقة ربما حقيقة في التاريخ. وما عدا ذلك هو سيكون عنوان استسلام، وهذا لا يمكن شعبنا الفلسطيني أن يذهب إليه بحال من الأحوال. المشكلة الأساسية قبل هذه المعركة وقبل هذه الجولة من الصراع كانت في وجود هذا الاحتلال، وما زالت هي المشكلة والمعضلة الأساسية. لا يمكن لأحد، وليس من حق أي طرف من الأطراف، أن يطالبنا بأن نستسلم لهذا الاحتلال وأن نستجيب لمطالبه وأن نستجيب لمحاولة فرض شروط جديدة على شعبنا الفلسطيني بعد أن قدمنا كل هذه التضحيات كفلسطينيين في هذه الحرب الشرسة والإجرامية اللي يمارسها شعبنا، اللي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني. إحنا نمارس المقاومة على الميدان، شعبنا يمارس الصمود الأسطوري، وأيضا نمارس نحن عملنا السياسي والدبلوماسي والإعلامي، سواء من خلال التفاوض أو حتى من خلال اتصالاتنا مع العديد من الدول في الإقليم وفي غيره، لتحقيق الهدف الأساسي وهو إنهاء هذا الاحتلال ووقف هذه الحرب الإجرامية ضد أهلنا في قطاع غزة. وكيف تابعتم التصريحات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بعملية رفح؟ والجيش الإسرائيلي يقول أنهم سوف يذهبون إلى رفح بعد أن تنتهي العملية في النصيرات. يعني هذا يؤكد ما نقوله، يعني هذه حكومة لا تبحث عن أي حل ولا أي اتفاق في المتعلق بالتفاوض غير المباشر، بل العكس، حتى قياداتهم السياسية والعسكرية يعلنون سواء وصلنا إلى اتفاق أو لم نصل إلى اتفاق فنحن ذاهبون باتجاه رفح، وكأنهم يعني ينتظرون إذنا منا كفلسطينيين لاجتياح رفح. هذه التهديدات طبعا يعني يتحمل مسؤوليتها أولا المجتمع الدولي وحتى الإقليمي الذي ينادي بضرورة إنهاء هذه المعركة. كل الضغوط يجب أن توجه ضد نتنياهو وضد حكومته اليمينية المتطرفة العنصرية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني في كل مكان. وهو في النهاية يعني عندما اجتاح شمال قطاع غزة أو اجتاح خان يونس أو غيرها من المناطق التي يقصفها ليل نهار، يعني هل الاحتلال يبحث عن ذريعة أو يحاول يعني كسب أهداف سياسية من خلال هذه التهديدات المباشرة؟ إحنا في حالة دفاع عن النفس، نحن في حالة تحرر وطني فلسطيني، بالتالي الاحتلال يمكنه أن يفعل ما يشاء، ونحن من حقنا أن نقاوم بكل ما لدينا من إمكانيات وقدرات. ولكن أقف هنا معك عند نقطة أنه الجيش الإسرائيلي يقول بأنه سوف يذهب إلى رفح سواء تم التوصل إلى هدنة أو لا، هل ستكون هذه النقطة على طاولة المفاوضات؟
لا، هي ليست على طاولة المفاوضات موضوع اللي هو اجتياح رفح. أنا الذي أقوله أنه هو نحن نرفض التوصل إلى وقف إطلاق نار جزئي أو مرحلي، لأنه نتنياهو يصر ويعلن ذلك بأنه حتى لو وصلنا إلى اتفاق مؤقت وأخذ جزءا من الأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية، فإنه مصمم على العودة إلى القتال وعلى استهداف المدنيين والبنية التحتية الفلسطينية. والعكس، هذا يؤكد صدق وصوابية موقفنا بأنه إحنا نصر على أن يتضمن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بند واضح متعلق بوقف شامل وكامل لإطلاق النار، وأيضا انسحاب القوات الاحتلال من أرضنا التي احتلها في قطاع غزة. طيب، لكن زايد حسام بدران، ألا تخشون أن تقدم إسرائيل على زيادة وتيرة العدوان على قطاع غزة، وذلك من أجل الضغط عليكم في ملف المفاوضات؟ يعني وكأننا يعني لا نعيش هذه المرحلة. احنا نتحدث عن معدل قتل يومي يعني يصل الى 100 شهيد فلسطيني في كل يوم، وحالة تدمير البيوت والبنية التحتية مستمرة، بما في ذلك حتى مناطق يعني شمال قطاع غزة اللي هو يعني انسحبت قواته تقريبا منها خلال الفترة الماضية، لكنه يعود بين الحين والآخر والقصف مستمر. لذلك القصة يعني ليست مرتبطة بموضوع التفاوض، وهو لديه قرار واضح باستمرار هذه الحرب وهذا القتل. وكما قلت، هذا يضع المجتمع الدولي كله أمام مسؤولياته إذا أراد استقرار في هذه المنطقة، وإذا أرادت القوى الكبرى في هذا العالم أن لا تمتد الحرب إلى مناطق أخرى وتتسع رقعتها، فعليهم أن يمارسوا الضغط ضد نتنياهو. نحن كفلسطينيين كما قلت واجبنا ودورنا ومهمتنا أن نقاوم هذا الاحتلال، وأن لا نعطيه فرصة لتحقيق أهداف سياسية من خلال القتل والدمار الذي يمارسه بشكل يومي ضد شعبنا الفلسطيني. وقد أشرت إلى الموضوع، كيف تنظرون في حركة حماس إلى التهديدات الأخيرة بين إسرائيل وإيران واحتمالية أن يتوسع الصراع ليصبح إقليميا؟ يعني إذا نظرنا نظرة موضوعية وعميقة إلى طبيعة الصراع في هذه المنطقة، فكل إنسان عاقل وعقلاني ويتابع حتى تاريخ هذه المنطقة يدرك أن الاحتلال هو السبب الأساسي لحالات عدم الاستقرار في هذه المنطقة منذ العقود بالمناسبة، وليس فقط في هذه الحالة. يعني عندما هو يمارس الطيش السياسي، وعندما يتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية بالهجوم على قنصلية إيران في دمشق، ويمارس القتل والقصف في لبنان وفي غيره من المناطق، وبالتالي من الوضع الطبيعي أنه تقوم إيران بالرد على هذا التجاوز، خاصة أن العالم وقف إلى حد كبير يعني دون أن حتى يستنكر على الاحتلال مثل هذه المخالفات للقوانين الدولية. عربدة الاحتلال المستمرة منذ عقود في المنطقة آن لها أن تتوقف، وأنا أعتقد أن جزء من الصراع الموجود في قطاع غزة أدى هذه المهمة، بأنه لا يمكن للاحتلال أن يستمر في قتل شعبنا الفلسطيني أو في الاعتداء على الدول المجاورة دون أن يتلقى رد. إذا أراد العالم أن يقف موقف المتفرج كما فعل في سنوات الماضية، فاليوم الوضع الفلسطيني والوضع الإقليمي أنا أعتقد مختلف، وهناك قوة قادر على أن ترد للاحتلال الضربات والتجاوزات التي يقوم بها، وبالتالي السبب الأساسي في عدم الاستقرار سواء الحالي أو إمكانية أن يمتد إلى مساحات كبرى أو أخرى هو الاحتلال، وبشكل أساسي نتنياهو وحكومته اليمينية التي يعني تحاول أن تتجاوز، بل تتجاوز بشكل عملي كل القوانين والمواثيق الدولية بما في ذلك التي يعني يتم تطبيقها في الحروب وفي المعارك. هنا أريد أن أشير إلى العاجل الذي نراه على الشاشة سيد حسام بدران. البنتاغون يقول موقفنا لم يتغير بشأن ضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين في حال بدأ إسرائيل عملية عسكرية في رفح. هنا كيف تعلق؟ يعني هذا ليس جديد، يعني هذا نفس الموقف الأمريكي الواضح اللي هو يقف إلى جانب الاحتلال، وكأنه يعني يتحدث عن الموضوع كأنه موضوع إنساني. القضية الفلسطينية لم تكن في يوم من الأيام قضية إنسانية، نحن شعب تم تهجيرنا من بلادنا، وما زال هذا الاحتلال يجثم فوق صدورنا
ويلاحقنا في كل مكان، وبالتالي ليست المشكلة عندنا هي في توفير الغذاء والحاجات الصحية والطبية، رغم أن هذا حق طبيعي لنا كفلسطينيين. إحنا نريد حقنا في إنهاء هذا الاحتلال بشكل كامل من أرضنا الفلسطينية. الموقف الأمريكي هذا يؤكد على أنهم يتعاملون مع الموضوع كما لو أنه موضوع إنساني، وكما وأن المشكلة مرتبطة فقط في توفير الحاجات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة. إذا كانت هناك جدية حقيقية في الموقف الأمريكي، فهم قادرون على منع نتنياهو من الاستمرار في هذا القتل وفي هذا الحرب التدميرية ضد شعبنا الفلسطيني. طيب، بشكل عام سيد حسام، كيف تقيم الأوضاع الميدانية في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية من جهة، وأيضا استمرار أعمال المقاومة من جهة أخرى؟ كما قلت، يعني الوضع في قطاع غزة في الجانب الإنساني على وجه الخصوص هو وضع كارثي في كل جوانب الحياة بالمناسبة، في كل تفاصيلها، وفي شمال القطاع وفي جنوبه، على تباين طبعا في حدة هذه المعاناة وهذا الصعوبة في العيش هناك، وهذا تؤكده كل القرارات التي صدرت عن مؤسسات دولية معروفة بما فيها الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة. لكن على صعيد المقاومة، من الواضح أن المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس وكل الأجنحة العسكرية ما زالت تدافع بما لديها من إمكانيات، رغم مرور 6 شهور على هذه الحرب اللي استعمل فيها الاحتلال كل ما لديه من إمكانيات وقدرات، وحتى بدعم أمريكي وغير أمريكي المعركة في الميدان ما زالت مستمرة ومتواصلة. وكما قلت، يعني إحنا كفلسطينيين نعيش تحت هذا الاحتلال، واجبنا ودورنا الطبيعي هو أن نمارس حقنا في مقاومته بكل ما نملك من إمكانيات ومن قدرات. مع ذلك إحنا نحن نلاحظ أن هناك تغير ولو نسبي في المواقف الدولية بما فيها المواقف لبعض الدول الأوروبية اللي أدركوا تماما أن هزيمة المقاومة وهزيمة حركة حماس على وجه الخصوص في قطاع غزة أصبحت أمرا مستحيلا وغير وارد، وأن كل ما كان يهدد به نتنياهو وجيشه من أن يريد القضاء على حركة حماس وعلى المقاومة هذا أصبح وهما غير قابل للتطبيق، وإضافة إلى بعض الخلافات التي بدأت تطرأ أيضا لدى الاحتلال ولدى جمهوره اللي بدأ يفقد الثقة حتى في جيشه وفي أذرعه الأمنية المختلفة. أنا أعتقد كل هذه العوامل رغم المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني هي تصب في صالحنا كفلسطينيين، وهي إن شاء الله تمهد الطريق لتحقيق أهدافنا، ليس فقط في إنهاء هذه الحرب وإنما في تحقيق أهدافنا السياسية في الاستقلال وفي التحرر من هذا الاحتلال. عند هذه النقطة تحديدا، ربما الموقف الأمريكي ما زال يغرد في السرب الإسرائيلي، وهذا العاجل كذلك من البنتاغون بالتفاهم حاجة إسرائيل لملاحقة حركة حماس والقضاء عليها لأنها تشكل تهديدا على إسرائيل كما يقول. يعني أولا من باب التوضيح لما يجري في قطاع غزة، هذه الحرب التي مستمرة منذ أكثر من 6 شهور هي حرب ضد شعبنا الفلسطيني كله. يعني هي ربما تركز على حماس وعلى قدراتها العسكرية صحيح، لكن الشيء اللي يجري عمليا هو حرب حقيقية ضد شعبنا الفلسطيني. وأنا أقول هذا ليس في قطاع غزة بالمناسبة، الذي يتابع الأوضاع في الضفة الغربية حيث لا توجد يعني قدرات للقسام أو لحماس أو لغيرها شبيهة بالتي هي موجودة في قطاع غزة، أيضا هناك حرب يومية فيها قتل وفيها اعتداءات من المستوطنين وبحماية ودعم جيش الاحتلال، هناك حرق للبيوت، هناك استخدام حتى للطائرات في اقتحام المخيمات والمدن خاصة في شمال الضفة الغربية. لذلك الحديث كما لو أن المشكلة هي فقط بين حماس وبين الاحتلال هذا تضليل وهذا كذب من الإدارة الأمريكية أو غيرها. هذه حرب ما بين جيش محتل مجرم نازي وما بين شعبنا الفلسطيني. كل من يؤيد استمرار هذه الحرب هو عمليا يساهم في استمرار المعاناة والقتل ضد الشعب الفلسطيني ككل، وليس ضد يعني هذا الفصيل أو ذاك يعني في الساحة الفلسطينية. طيب، ما زلنا نتحدث كذلك عن التطورات الميدانية والإنسانية، كيف تقيمون مسار دخول المساعدات؟ هل وافق الحد الأدنى المطلوب حاليا؟ يعني هناك تحسن طبعا يعني ملحوظ في دخول المساعدات الإغاثية الأساسية لشعبنا الفلسطيني بما في ذلك
لإخواننا وأهلنا في شمال قطاع غزة. لكن هذا السبب الأساسي والرئيسي هو صمود هذا الشعب الفلسطيني، هو تحمله طيلة هذه الشهور، ليس فقط للقتل والقصف، وإنما أيضا للتجويع ومحاولة يعني التهجير عبر الجوع وعبر العطش وعبر منعه من القضايا الأساسية الحياتية اليومية. حينما أدرك العالم كله أنه هزيمة شعبنا الفلسطيني بهذه الطريقة غير واردة، من الواضح أنه ازدادت ضغوطاته على الاحتلال، والذي يعني اضطر لأن يسمح بمزيد من دخول المساعدات إلى قطاع غزة. لكن هل ما يصل إلى الآن هو كاف؟ بالتأكيد لا. نحن نتحدث عن حرمان شعبنا عبر شهور طويلة من هذه القضايا الأساسية، وبالتالي دخول ما دخل حتى الآن وما يدخل هو غير كافي، وبالتالي مطلوب من كل القوى والدول إقليميا ودوليا أن تتعامل مع هذه الحالات وهذه الحاجة الإنسانية الضرورية والملحة بمزيد من الضغط على الاحتلال وبإدخال المساعدات بكافة أنواعها إلى كافة مناطق قطاع غزة. لا أقول ليرتاح شعبنا الفلسطيني، بل على الأقل ليصل إلى الحد الأدنى المطلوب للحياة، ولا أقول أيضا حتى الطبيعية، الحياة في حدها الأدنى الممكن ضمن هذه الحرب. طيب، كيف تنظرون سيد حسام إلى الحراك في الأممي الآن بشأن مشروع الاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين؟ يعني هو في النهاية الحراك السياسي والدبلوماسي هو جزء من مواجهة الاحتلال بطريقة أو بأخرى، لكن حينما نتحدث عن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية نحن ندرك تماما أن الولايات المتحدة وربما حتى أعلنوا عن ذلك بشكل مباشر سوف تستخدم حق النقد الفيتو، وربما دول أخرى أيضا أوروبية لا نعرف ما يجري عليه التصويت، هذا يجعل أنه في النهاية ليس هناك تؤخذ الحقوق الكاملة والحقيقية لتحقيق الاستقلال والخلاص من هذا الاحتلال. المقاومة بكافة أشكالها وصمود شعب الفلسطيني هو العنوان الأساسي وهو المؤثر الأكبر في تحصيل الحقوق والطموحات الفلسطينية، لكن هذه المحاولات لتحصيل شيء في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن يعني لعلها تزيد من فضح وكشف المواقف والأمريكية الزائفة التي تتحدث حتى عن حلول سياسية هنا وهناك، لكن كما قلت التعويل الأساسي يجب أن يكون من خلال أداء شعبنا ومقاومتنا على الأرض وفي الميدان. شكرا جزيلا لك حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس.